بغداد. بعدما كان العراق بلد الأمن والأمان، أصبح ساحة للنزاعات العشائرية والانفلات الأمني وانتشار فوضى السلاح بفضل الميليشيات الولائية والأحزاب الفاسدة التي أفرزها الغزو الأمريكي منذ عام 2003. وصل انتشار السلاح في العراق إلى حد المتاجرة العلنية وعرضه على منصات التواصل الاجتماعي في ظل غياب الرقابة الحكومية وسيادة الميليشيات والأحزاب المرتبطة بها. وتؤكد جميع الدلائل أن أغلب التجار مرتبطون بهذه الميليشيات والأحزاب المتنفذة ويمتلكون القدرة على نقل الأسلحة عبر الحواجز الأمنية. انتشار السلاح أدى إلى اندلاع نزاعات عشائرية خلفت عشرات القتلى والجرحى في مدن وسط وجنوبي العراق، حتى وصل الحال إلى أن تستعرض الأطراف المتنازعة سلاحها في الشوارع وأمام أنظار القوات الحكومية دون أن تحرك الأخيرة ساكناً كما حصل قبل أيام في ناحية الحرية في النجف. وفي الساعات الماضية أيضاً هاجم مسلحون منزلاً في منطقة الغدير ببغداد وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي وتسببوا بترويع الأهالي، كما اندلع نزاع عشائري مسلح وسط الأحياء السكنية بمنطقة الكمالية في بغداد في وقت تنشغل الحكومة بصراع أطرافها وأجنحتها الميليشياوية على المغانم والكراسي. ولا ينحصر خطر انتشار السلاح في العراق بزيادة عدد ضحايا النزاعات العشائرية، بل يتعدى ذلك إلى ترويع السكان في المدن المأهولة بعد أن تحولت مناطق سكناهم إلى مخازن لأنواع مختلفة من أسلحة وأعتدة تشهد انفجارات بين الحين والآخر ويذهب ضحيتها مدنيون. تجارة السلاح كغيرها من التجارات الممنوعة كالمخدرات والإتجار بالبشر، بل هي أكثر خطورة وفتكا بالمجتمع العراقي، مجتمع قد يتحول بسبب هذه التجارة إلى ساحة شبيهة بالغابة وشريعتها بعد أن اختفت سلطة القانون وسادت سلطة البنادق ودبلوماسية الصواريخ، كما يحلو للمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تسميتها.